السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مملكة ياسمين للنواعم. اليوم جينا بوصفة جديدة كالعادة بمقادير مضبوطة. اليوم رايحين نديرو ليك خاب سكري، يعني ليك خاب حلوين. مقادير وصفتنا لنهار اليوم، هنا كيلت بالكاس، المقادير راح تكون بالكاس. رايحين نحتاجو كأس من الفرينة، يعني كما راكم تشوفوا الكأس 240 مليلتر. رايحين نحتاجو كأس من الفرينة أو الطحين الأبيض، كأس وربع من الحليب، يعني الحليب يكون بارد عادي جدا ما نسخنوش. نحتاجو زوج حبات بيض، نحتاجو ملعقة ونصف كبيرة من السكر، وملعقة كبيرة من الزبدة. رايحين نبدأو في الطريقة على بركة الله. نجيبوا الإناء التاعنا، رايحين نحطوا فيه كمية السوائل. أولا رايحين نحطوا زوج حبات بيض، يعني من أجمل وأروع يعني مقادير مضبوطة 100%، ويعني وتجي خفيفة الكحب تاعنا وتجي ما شاء الله. راح نضيفوا عليها كمية السكر، ونضيفوا عليها كمية الحليب اللي هي كأس وربع من الحليب. راح تلقوا كل المقادير مكتوبة في صندوق الوصف. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناة على المواصلة. هنا بالنسبة للخلاط، سواء نستعملوا الخلاط الكهربائي او المضرب الكهربائي، ولا نستعملوا الخلاط الكهربائي اللي نديروا فيه الجو، يعني كلتا المقادير تصلح. واذا ما عندنا لا هذا لا هذا، نقدر نستعملوا المضرب اليدوي فقط في الاخير نصفيه الخليط تاعنا بهذه الطريقة، يعني نخليو فقط الخليط تاعنا يمتزج ونتوقفو من الخلاط، يعني ما راش نطلعو البيض تاعنا ولا السكر تاعنا، فقط يمتزج الخليط ونتوقف. نسيت فقط في المقادير رشة ملح وعطر الفانيلا، يعني لازم نعطروا الكريب تاعنا بعطر الفانيلا. كما نقدروا نستغناو عليه اللي ما توفرش عنده، ولكن من الاحسن ان نضيفوا عطر الفانيلا ورشة ملح. يعني في جميع الاحوال كل المقادير راح تصيبوها مكتوبة في صندوق الوصف. هنا رايحين نبداو نضيفوا عطر الفانيلا والملح، انا كنت درتهم فوق الفارينة على بها نسيتهم، فقط باش نذكرهم. رايحين نضيفوا الفارينة تدريجيا، يعني فقط قبل ما نشعلوا الخلاط تاعنا ولا نشغلوا الخلاط تاعنا، لازم فقط نخلطوا الفرينة تاعنا جيدا او الطحين تاعنا جيدا، باش كي نشعلوا الخلاط تاعنا يعني ما تتناثرش الفرينة تاعنا بهذه الطريقه. يعني لما نستعملوا المضرب الكهربائي ولا الخلاط الكهربائي، ما راحش نحتاجوا انه نصفيه الخليط تاعنا من الكتل اللي راح تكون فيه. بهذه الطريقة وراح نضيف الكمية الثانية من الفرينة مع ملعقة كبيرة من الزبدة. كما راكم تشوفوا الزبدة تكون طارية على درجة حرارة المطبخ، يعني ما تكونش الزبدة من الثلاجة. ونكملوا كمية الفرينة أو الطحين التاعنا. هنا نذكركم ونفكركم فقط انني ضفت رشة ملح مع عطر الفانيلا. يعني مقادير مضبوطة 100% ووصفة ناجحة 100%. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. واذا عجبتكم وصفتنا لنهار اليوم، ما تنسوش الاعجاب او اللايك. واذا حبيتوا وصفات اخرى، ما عليكم غير تكتبوا لي في التعليق. بهذه الطريقة راح يكون الخليط تاعنا جاهز، يعني راح نشوفوا قوام الخليط تاعنا. كما راكم تشوفوا هذا هو قوام الخليط تاعنا.
هكذا رايحين نخلي الخليط تاعنا، عفوا رايحين نخليو الخليط تاعنا يرتاح لمدة ربع ساعة في الثلاجة أو في المطبخ، يعني نخليوه يرتاح ربع ساعة. بعد ربع ساعة رايحين نطيبو لي كريب تاعنا بكل سهولة، سواء اللي عنده لي كريبيير يطيبو في لي كريبيير، يعني المقلاة الخاصة بلي كريب، واللي ما عندوش يطيبو في المقلاة عادي جدا. أنا هنايا يعني طيبته غير في المقلاة عادي جدا، فقط كنت حاسبة روحي نصور، ومن بعد ملقيتش يعني الفيديو اللي صورته، ففت هذه المرحلة كما راكم تشوفوا طيبته في المقلة العادية، يعني ماشي المقلة المخصصة اللي كريب. بالنسبة للشوكولا هنا رايحين نجيبو الشوكولا التختيني كما راكم تشوفوا، رايحين نخفوها بكمية من الزيت، يعني هنا عندي ملعقة من الشوكولا التختيني راح نضيف لها ملعقتين من الزيت. بهذه الطريقة يعني لازم نخفوا الشوكولا تاعنا بالزيت. هنا كيما راكم تشوفوا رايحين نجيبوا لي كريب تاعنا. هنا كمية الشوكولا كنت وضعتها في هذه القرعة، يعني هذه باش تسهل عليا العملية. كيما راكم تشوفوا الشوكولا تاعنا كيفاش تولي سهلة جدا انه نطبقوها على الكريب تاعنا. وما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناة على المواصلة. هنا كما راكم تشوفوا يعني بكل سهولة، يعني الكمية هذه تاع الكريب يعني كي نديروها في مقلاة متوسطة رايحة تعطينا 8 حبات من الكريب. بهذه الطريقه يعني التزيين يعني اختياري كما راكم تشوفوا. هنا راح نضيف كميه من البنان، يعني واش توفر عندنا نقدر نضيفه، كما نقدر نديروا الشوكولا فقط، يعني على حسب الرغبه والمتوفر عندنا، يعني دائما هذه الحاجه تبقى اختياريه. فانا راح نعطيكم فقط افكار، وكل واحد يعني يدير على الشيء اللي عنده واللي توفر عنده. يعني كيما راكم تشوفوا يعني الشوكولا راح تعاوننا بزاف بزاف، يعني باش نديرو بها الكريب تاعنا. ومن الاحسن نستعملو الزيت باش نخفو الشوكولا تاعنا، ما نستعملوش الزبده. كيما راكم تشوفوا تزيين بسيط جدا، يعني وعلى حسب الامكانيات وعلى حسب الرغبه يعني تاع كل شخص. راح نعطيكم تزيين اخر سريع فقط. كما راكم تشوفوا يعني نقسمه الربع فقط الحبة، يعني الربع فقط ما نكملوش للأسفل، ربع الحبة فقط. وراح نديره مختلف الفواكه اللي تكون متوفرة عندنا واللي نحبوها. يعني افكار بسيطه فقط، وكل واحد على حسب الرغبه تاعو كما قلت لكم، وعلى حسب الاختيار تاعو. بهذه الطريقه يعني كما تشوفوا نقسمها فقط على الربع بهذه الطريقه. ورايحين نزينوها بالشوكولا بطبيعة الحال، يعني نفس الشوكولا اللي استعملتها بخففتها بالزيت، يعني ماشي شوكولا اخرى، نفس الشوكولا. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناة على المواصلة، وكل المقادير مكتوبة في صندوق